طيب خليني اتكلم معاكي يا نوره. انت الواحد لما بيجي يلعب مثلا في طول الموسم وبيقدم مستوى كويس وبيقدر ان هو يتألق مع فريقه في البطولات المحليه، بيبقى بيفكر يمكن انتوا لسه ما عشتوش الجو ده عشان انتوا اوريدي كنتوا لسه في منتخبات يعني، لكن خلاص لما سنكوا هيجي الدرجه الاولى وميبقاش في منتخب درجه اولى، هتبقي حاسه ان انا طول الموسم بلعب ومش عارفه في الاخر مفيش منتخب. استقبلتي ازاي قرار ان بقى في منتخب درجه اولى؟ بصراحه دي حاجه كويسه جدا يعني، دي خطوه كويسه جدا قوي من الاتحاد ان هو خلاص اخيرا يعني، كلنا كنا مستنين ده. حتى لما انا كنت في منتخب احنا كلنا كنا مستنين ان فعلا ياخدوا خطوه ان في منتخب درجه اولى. بصراحه ده بقى هدف جديد خالص، كل واحد بيبقى ليه هدف. انا كان هدفي ساعتها منتخبي، بس دلوقتي طبعا هدفي ان انا ادخل يعني هدفي ان انا العب في منتخب درجه اولى. خلاص منتخبكم بقى خلاص يعني خلاص. بس فبصراحه دي حاجه كويسه جدا، وكله بقى هيبقى خلاص في هدف، احنا بنلعب لهدف ان احنا يعني مش بس نشارك، لا احنا هنعمل حاجه ان شاء الله كويسه قوي على تاريخ البنات. طبعا طبعا بيفرق بشكل كبير. طيب ميار قولي لي استقبلتي الخبر ده ازاي؟ احنا يعني انا عن نفسي والله بجد التمرينتين اللي بعد الخبر انا حاسه ان انا عايزه اشتغل على نفسي اكتر، عايزه العب اكتر، لا عايزه الحق يعني. دي حاجه احنا مستنيينها بقالها كتير بقالها كتير. بعدين احنا عندنا على مختلف الاجيال كلها عناصر تستحق ان يكون في منتخب طبعًا. اول فهو طبعا قرار هو بسطنا كلنا يعني، هو الكام يوم دول ما كل البنات اللي بتلعب هاندبول ما بتتكلمش غير في موضوع المنتخب الاول للسيدات، دي حقيقه طبعا. فاحنا مبسوطين جدا جدا من الموضوع ده، وموضوع بقى فيه باشن الواحد بيلعب عشانه. انا عايزه ادخل المنتخب، انا عايزه العب افريقيا، عايزه العب كاس عالم. بالظبط ده انا وانا بعمل الانترو هنا لما كان عشان انا بقى جيلي كان نفسنا يبقى لينا منتخب وندخل المنتخب والكلام ده، قلت يعني انا خلاص ما لحقتش، بس الحمد لله انا بشارك حتى اني عشت وانا بعلن الخبر ده يعني الحمد لله. متاخر شويه قبل ما اموت بعلن الخبر ده. بالظبط. بس بجد بجد احنا مبسوطين جدا جدا بالقرار ده، واعتقد ان كل البنات اللي هتنضم للمنتخب هتكون قد المسؤوليه، واحنا قادرين ان احنا دوريا نشارك في الموضوع. طبعا طبعا ده هيفرق بشكل كبير جدا.